في الأخبار العربية والدولية، يشيع اليوم جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد. تصلنا في هذه الأثناء مشاهد من مدينة برجن، حيث خرج آلاف الإيرانيين في محافظة خراسان الجنوبية تعبيرا عن احترامهم للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. ستنقل الجثامين إلى مدينة مشهد، مسقط رأس الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في شمال شرق البلاد، حيث سيوارى الثرى بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام الرضا. معنا من مشهد مراسل عربي حازم كلاس ليضعنا في وينقل لنا المشهد من هناك ومراسم التشييع. حازم، إليك، تفضل. أحمد، الصورة التي نتابعها الآن هي صورة تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة بيرجند، مركز محافظة خراسان الجنوبية، إلى الجنوب من مدينة مشهد في الواقع. نتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة ومع حلول أذان الظهر هنا بالتوقيت مدينة مشهد محليا، أن يصل الجثمان قادما من بيرجند إلى مركز محافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد. هنا كل الاستعدادات تقريبا استكملت، أغلقت الساحات الرئيسية والشوارع كافة المؤدية إلى حرم أو مقام الإمام الرضا، تمهيدا لهذا التشييع الأخير الذي سيوارى بعده جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثرى. وبطبيعة الحال سيدفن داخل مقام الإمام الرضا، وقد تم إعداد القبر له منذ يوم أمس. هذا التشييع سيكون الخامس والأخير بعد التشييعات التي أجريت الآن في بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية، والتي يشيع فيها لأنه كان قد ترشح لمجلس خبراء القيادة في الانتخابات الأخيرة عن هذه الدائرة. وأيضا سبق التشييع الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران، وقبل ذلك أيضا في مدينة قم في مقام السيدة المعصومة، وقبل ذلك في مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث للمروحية الرئاسية، تحديدا في مدينة تبريز جرت مراسم التشييع الأولى. أيضا صباح هذا اليوم في العاصمة الإيرانية تجري مراسم خاصة ل دفن وموارة الثرى وزير الخارجية الإيرانية الراحل حسين أمير عبد اللهيان في جنوب العاصمة الإيرانية في مقام عبد العظيم الحسيني، كما تم التنسيق مع عائلته بشأن ذلك. المراسم الرسمية بالكامل جرت يوم أمس بحضور وفود من دول أجنبية، وصل عددها إلى نحو 68 وفدا من دول مختلفة، بين رؤساء ورؤساء وزراء وأمراء ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية ومبعوثين وموفدين خاصين. بعضهم أجرى لقاءات مهمة مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وأيضا مع القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر، ومع وزير الخارجية المؤقت علي باقري. هذه بعض هؤلاء الوفود كانت ربما المرة الأولى منذ سنوات التي يزورون فيها إيران، وكانت فرصة ربما ليظهر من خلالها النظام الإيراني مدى نجاح سياسات إبراهيم رئيسي التي انتهجها تحت عنوان سياسة الانفتاح على دول الجوار. شكرا جزيلا لك من مشهد مراسل العربي حازم كلاس. سنعود إليك أيضا في مراسم التشييع وأيضا هذه الجنازة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. شكرا حازم.